من غزة أيضا ينضم إلينا الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية. دكتور أشرف، كما أكدت لنا زميلتنا منى قبل قليل، هناك 21 شهيدا بالإضافة ل 64 إصابة، هل من تحديثات لهذه الأرقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يسلم شعبنا من التغول الصهيوني المستمر على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، حيث بالفعل ارتفعت حصيلة الشهداء إلى في قطاع غزة حتى اللحظة إلى ارتقاء 21 شهيدا، من بينهم 6 أطفال و4 سيدات، إضافة إلى ما يزيد عن 64 إصابة بجرحات مختلفة، من بين هذه الإصابات 3 أطفال و7 سيدات. هناك عدد من الإصابات لا زال يصنف بحالات خطيرة وحرجة، لا زالت الطواقم الطبية تقوم بعملها في إنقاذ حياة هؤلاء الجرحى في غرف العمليات والعنايات المكثفة، إضافة إلى أن الاستهداف المركز على مناطق سكنية في قطاع غزة يرفع فاتورة ضحايا هذا العدوان باتجاه المدنيين العزل، حيث أن قطاع غزة يصنف بأنه الأكثر منطقة كثافة سكانية في العالم، وهذا يعني بأن أي استهداف لأي منطقة في قطاع غزة ستسفر عن ضحايا وشهداء ما بين المدنيين العزل، لا سيما من الأطفال والنساء، وهذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا. لا زالت الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لا زالت تقوم بعمليات بحث لإجلاء الضحايا من أماكن الاستهداف التي تم استهدافها خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة. الدكتور أشرف، الإصابات تأتيكم من أماكن محددة في غزة أم أنها تشمل كل القطاع؟ نحن نتحدث عن كافة مناطق قطاع غزة التي يتم استهدافها من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي الذي لم يتوقف عن استهداف المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة. نحن نتحدث قبل قليل جاءت عدد من الإصابات والشهداء باتجاه مجمع الشفاء الطبي، وقبله إلى مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وقبله إلى مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى الأوروبي في مدينة غزة ومدينة رفح ومدينة خان يونس، وبالتالي كافة مناطق قطاع غزة هي مستهدفة وتحت القصف الإسرائيلي المركز على الأحياء السكنية. هل استهدفت أي مستشفيات أو وحدات صحية دكتور أشرف؟ حتى هذه اللحظة لم يتم التسجيل لهذه الأحداث، لم نبلغ عن استهداف أي من المرافق أو الوحدات الصحية والإسعافية في قطاع غزة، ولكن لا يوجد أي ضمان لعدم استهداف هذه المرافق، لأن الاحتلال الإسرائيلي سبق وأن استهدف مرافق صحية واستهدف طواقم طبية واستهدف سيارات إسعاف، وبالتالي كل شيء في قطاع غزة هو مستباح أمام التغول الإسرائيلي الذي لا يأبه للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد الاشتباك، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يمارس العنصرية بشتى ألوانها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. دكتور أشرف، في مرات سابقة اتهمت إسرائيل بأنها استخدمت أسلحة غير مسموح بها في مثل هذه الأحوال، هل لاحظتم تكرار هذه العملية الآن؟ يعني حجم الإصابات وطبيعة الإصابات وطبيعة الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة تدلل بما لا شك فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوة المفرطة بحق المدنيين العزل بما يوجد لديه من أعتى قوة تدميرية يمكن أن يستخدمها مع المدنيين العزل، وبالتالي طبيعة الشهداء والجرحى الذين وصلوا إما عبارة عن أشلاء متفتتة، إما عبارة عن جثث متفحمة أو بتر في الأطراف السفلية والعلوية للإصابات، وهناك عدد من الإصابات أيضا تمت إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وبالتالي الإصابات والضحايا الذين وصلوا يدلل بما لا شك فيه بأن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة الفتاكة وليس لديه أي حدود في استخدام أسلحة محرمة في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين. إذن حتى الآن 64 إصابة مرشح منها ما هو يصل إلى درجة الخطر؟ بالتأكيد هناك عدد من الحالات لا زالت مصنفة لدى الطواقم الطبية ما بين خطيرة وحرجة، ولربما عدد الشهداء يزداد خلال الساعات القادمة، وهناك محاولة جادة من قبل الطواقم الطبية لمحاولة إنقاذ حياة هؤلاء الجرحى، ولكن ما توفر من إمكانيات محدودة ومستنزفة، وكذلك أيضا عدم توفر الأجهزة الكافية لربما يشكل تحديا أمام الطواقم الطبية في تقديم الرعاية الكاملة لجرحى العدوان، عوضا
عن أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإغلاق المعابر المرتبطة في قطاع غزة، وهذا حدا من خروج 142 مريض، منهم 5 من حالات حرجة من جراء العدوان الإسرائيلي تصنف بأنها حالات إنقاذ حياة. منع الاحتلال الإسرائيلي خروجها بالأمس من قطاع غزة نتيجة إغلاقه المستمر لمعابر قطاع غزة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يمعن بشكل واضح في إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا بين المدنيين العزل، وقد شكل مثلث للموت للمواطنين. أولى أضلع هذا المثلث هو بحرمان مرضى قطاع غزة وجرحى قطاع غزة من توفر الأدوية والإمكانيات الطبية، ثانيا إغلاق المعابر في وجه خروج هؤلاء المرضى والجرحى، ثالثا عدم توفر الأجهزة الطبية والتشخيصية ويمنع إدخالها إلى قطاع غزة لأكثر من عام ونصف. وبالتالي هناك تحدي سافر من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي للإنسان واتفاقية جنيف الرابعة ومصادرة حقوق مرضانا العلاجية. الدكتور، أنت بهذا تتحدث عن نقص كبير في إمكانيات القطاع الصحي في غزة لمواجهة هذه العملية، يعني في أي الأمور تحديدا بخلاف الأجهزة ينقص قطاع الصحة في غزة؟ يعني نحن نتحدث أن هذا العدوان الإسرائيلي يتزامن مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 17 سنة، وبالتالي هناك تقويض ممنهج للمنظومة الصحية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضرب لمقومات الخدمة الصحية. نحن نتحدث عن غياب 40% من الأدوية الأساسية، منها أدوية الطوارئ والعنايات المكثفة وغرف العمليات، وكذلك 32% من المستهلكات الطبية أيضا المتعلقة بالطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة وغيرها من الخدمات الطبية، عوضا عن 60% هناك نقص أيضا في لوازم المختبرات وبنوك الدم. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي عندما يقوم باستهداف قطاع غزة وإغلاق المعابر في وجه قطاع غزة هو يدرك تماما أنه يقوم بعملية قتل ممنهج للمدنيين والمرضى والجرحى. أشكرك حتى الساعة ضيفنا من غزة دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية.